CBCT الأشعة المقطعية هي أفضل أداة لعملية تشخيص ضراس العقل وتعطينا فكرة استطبابية هل نحن بحاجة لنقلع الدرس ولا لا، وإذا كنا بنقلع الدرس كيف أفضل طريقة للقلع سواء كان قلع عادي ولا قلع جراحي، لأن هي بتظهر توضع الدرس، تمركزه، علاقته مع المجاورات التشريحية، سواء درس العقل السفلي، العلاقة التشريحية المهمة مع العصب الفكي السفلي والعصب اللساني حتى ما يتم أي أذية على الأعصاب، ودرس العقل العلوي مع المجاورات التشريحية المهمة كالجيب الفكي وما يصير عنا أي اختلاط جراحي بفتح الجيب الفكي. مع الإيد الخبيرة بتكون الأمور كلها وجراحة سليمة مثل ما حنشوف مع الصبي اللي عم نقلع لسنة هلأ. برافو. Yes, this is the first one. And this is the second one. Done.